السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين. أول شيء عشان ما ننسى نبدأ في العقاب حق المقطع الماضي. شوف العقاب وش يقول. العقاب يقول شيل شعرك والشنب واللحية. إيش يا حبيبي عيد؟ والله العقاب جدا قوي، لكن بسويه أنا قدها. هذه الماكينة جاهزة. أول شيء نبدأ في اللحية ونشيلها. ايش انت صاحي حبيبي؟ انت فيك عقل انت ولا كيف؟ وش اللي تشيل شعرك وشنبك ولعيدك؟ يا خير ان شاء الله، وين قاعدين؟ نبي عقبات تكون سهله كذا جميله جدا نقدر نسويها. مثلا عندك هذا يقول لك اشرب عصير طماط. هذا هو العقاب، هذا عصير طماط وراح اشربه قدامكم. ها شوفوا، بسم الله. وش الطعم؟ والله اسمحوا لي معليش، بس عصير طماط ابدا ما ينشرب. المهم خلونا نبدا في المقطع. مقطعنا اليوم عباره عن تحدي برضه، راح يعطيك اسم اللاعب وانت تختار الخيار الصح بين الانتقالات اللي سواها في حياته. اتمنى فهمت التحدي. برضه نفس الشيء في عقاب على المقطع، وانتم اللي راح تحددون العقاب في الكومنتات تحت، اتفقنا؟ بس قبل لا نبدا يا جماعه اضغطوا لايك وشيروا البث، شيروا البث تاثر بالتيك توك. المهم اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناه اذا ما انتم مشتركين. خلينا نبدا في المقطع. طيب اوكي يا جماعه، نبدا بدون كريستيانو. هذه سهله جدا. كان في ريال مدريد، بعدين راح يوفنتوس، بعدين مانشستر يونايتد، صح؟ اول واحده. يا سلام. بدايتها حلو. جريزمان كان في اتلتيكو مدريد، بعدين راح برشلونه، بعدين انتقل لاتلتيكو مدريد على سبيل الاعاره. اوكي سي، حلو. مستمرين، صح. يا سلام. اللي بعده بي ارسنال، بعدين تشيلسي، بعدين ميلان. اوكي جيرو بي. بي, بي 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 بي. يا سلام. اللي بعده اوكي حارس البرتغال شبونه. بي كم عجبونه بدايته؟ هذا اللي اتذكره يعني. بي، بختار بي. حلو، ماشيين صح. نستمر. ماشيين صح. اوكي اشرف حكيمي. سهله. ايه لا، دورتموند. سي. حلو، والله كنت بختار ايه. الحمد لله غيرت. كافاني نابولي، بعدين باريس سان جيرمان، بعدين مانشستر يونايتد، اللي هي ايه اللي جابه بي. ايه. حلو. نستمر مستمرين صح. يا سلام. لوكاس دين، اوكي هذه سهله. كان مع برشلونه، بعدين انتقل ايفرتون، بعدين انتقل الفريق اللي ما اعرف اسمه. المهم لوكاس دين، بختار سي. حلو، حتى انتم جاوبوا معي في الكومنتات اي واحد جبتوه صح، اي واحد غلط، كم جبتوه صح. اوكي كورتوا، اي لاعب ريال مدريد لعبتي. كورتوا كان مع تشيلسي، بعدين راح لا. بي 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 بي, بي. كان مع اتلتيكو مدريد، بعدين تونا اقول لعبتي يا رجال، كنت بجيب العيد. اوكي جوسنس، من هذا؟ بي، بختار بي. اتلانتا بي سي. يا الله، مع انه منتخب لاعب منتخب المانيا مفروض اعرفه يعني. يا الله، اوكي اول غلط، ثاني غلط يوفنتوس، بعدين لا سي باريس يوفنتوس الباير. يب. كومان عارف كومان. كوفازيتش، يا الله كان مع من؟ بختار بي، فريق كرواتيا اتوقع، وكرواتي بختار بي، اضمن لي. لا كان يلعب مع انتر ميلان، متى لعب مع انتر ميلان؟ يا الله زلاتان ابراهيموفيتش. مانشستر يونايتد، هذا غلط، مانشستر يونايتد، بعدين هذا بي 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 بي. يا سلام نستمر. غلط واحد عاد، مو مشكله. اللي بعده بختار بي. لايبزيك، كان مع لايبزيك هو ولا سي؟ لا يا جماعة بالله عليكم، لا تسحبوا الغلط، خلوا صح. والله غلط، كان صح، أنا كنت بي يا أخي. وش هذا؟ ساني كان مع شالكة، سي، بختار سي. جماعة لا أحد يكتبها غلط حق هالاند، بالله عليكم اكتبوها صح. غلط واحد للحين، مستمرين غلط واحد. أوكي فيران توريس، يا ساتر كان مع فالنسيا، هذا اللي أتذكره كان مع فالنسيا، بعدين مانشستر سيتي، بعدين حاليا برشلونة. حلو، يا سلام. اللي بعده أداما تراوري كان مع من اتوقع؟ عرفت. بداياته كان مع ما ادري شو اسمه هذا، فريق ايه هذا. المهم يعني جبتها صح. هو اللي بعده ماركينيوس، اتوقع بي، هذا الفريق البرازيلي.
يا رب يا رب. انا والله اتذكره كان يلعب مع بي هذا ايش فيني انا. المهم بي لا اله الا الله سي لعب مع روما صح. لا ثاني غلط ثاني غلط ثاني غلط. لا حد يحسب حق هالاند. اوكي خلاص يا عبد الله. اوكي حكيم زياش كما بي سي 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 ايه ثالث غلط الحين. استمر. اوكي هذه سهله. نيمار جونيور سي سي. يا جماعه والله انا لما اغلط في واحده اتوتر خلاص اجيب اللي بعده كله غلط. ما ادري ليش اتوتر. خلينا نرجع اوكي نرجع الذاكره شوي. اوكي هذا من بعد هذا اسمه مو عارفه. توتنهام كان يلعب مع اتلانتا. ايه ايه رابع غلط واتوقع لقب راح يكون. اوكي يا ساتر يا ساتر بختار سي. مالي دخل بختار سي. إيكاردي بختار سي. ما ادري ما ادري يا خلا تجيبوني لعيبه ما اعرفهم سي صح. اوكي بالحظ 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 بالحظ. ديمبلي كان مع من هو في بدايه كان مع من بختار. ايه ايه يا رب ايه الحمد لله لك يا رب ربي بالحظ والله بالحظ والله. اوكي برنان سيلفا كان مع بنفيكا بعدين راح اوكي سي كان مع بنفيكا اتوقع. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. حلو حلو يا سلام حلو. اللي بعده كم باقي لنا؟ 24 باقي لنا 6 تقريبا. يا الله كان مع توتنهام لا سي كان مع انتر ميلان بعدين راح ولا ايه سي. يا الله يا الله رسميا العقاب 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 سي سي. حلو وربي بالحظ بالحظ جبتها بس العقاب حرفيا العقاب راح يكون. هذا من هذا من ما اعرفه والله العظيم والله ما اعرف. اول مره اشوف وجهه والله والله اول مره اشوف وجهه. ايش جيبوا لي اياه بي بي ولا سي ولا ايه شوف. يا الله خلاص انا ضعت حرفيا ضعت والله والله ضعت. كل مره اجيب الغلط واضيع. بختار بي ما ادري باقي ثلاث خلينا نكملها. باقي ثلاث بختار بي بي صح. حلو 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 بس خلاص وش الحلو العقاب صار علي وش الحلو. داني الفيش سي سي سهله. اول شيء كان مع باريس بعدين راح الفريق البرازيلي بعدين موجود حاليا في برشلونه سي. اوكي باقي لنا ثاني واحده تريبيير كان مع اتلتيكو مدريد يعني بي 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 بي. حلو بي هذا سهله سهله عارف عارف اللاعب بي. لا كاكا لا كاكا كان مع من كان مع ايفرتون لا مانشستر يونايتد انتر ميلان ايه مانشستر يونايتد انتر ميلان تشيلسي. حلو جبتها صح. خلاص خلص تحدي يا جماعه. المهم حرفيا راح يصير علي عقاب وانتم اللي راح تحددون العقاب. الله يستر من عقاباتكم والله ما اقول الا هذا الشيء بس. فبس والله لا تنسون من لايك واشتركوا بالقناه اذا ما انتم مشتركين وفعلوا جرس التنبيهات. شكرا لكم يعطيكم العافيه. سلام عليكم.